بسم الله الرحمن الرحيم يا من تهل به قد المكار ويا من يبسع به حد الشدار ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج زلت لقدمتك السواب فتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القزوم ومزت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك معتمدة وبإرادتك دون نهيك منتج أنت المنون المحمد وأنت مفزع في الولاد لا يندم منها إلا ما دفت ولا ينكشف منها إلا وقد نزل بيومي وقد تبعد سكنوا ولما بما قد بحثني حملوا وبقدرتك أوردت علي وبسلطانك وجهت إلي فلا مصدر لما أورد ولا صارف لما وجه ولا فاتح لما ولا مغلق لما فتهد ولا ميسر لما عسد ولا ناصر لما قتلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج لسلين واكسر عني سلطان الحم بحملين وعنني حسن النذر في مشكام وعزتني هلوة السماء في موسى علام وحلي من لدنك رحمن فرجا حليا واجعل لي من عندك مخرجا محيا ولا تجعلني بالاحتمام ان تعيد جوزك واستعمالي سنه فقد زقت لما نذر بي يا ربي زرعا وامتلعت بحملي ما حدت علي محمد وانت القادر علي بشر امنيت به ودفع ما وقعت فيه ودفعي ما وقعت فيه فافعل بي زورا